احنا اتكلمنا عن absorption سريعا وقلنا ان هو عملية فصل عناصر من خليط غازي باستخدام عنصر مائي. يعني انا عندي جاز ميكتشر بحاول افصل عنصر منه باستخدام liquid substance. انا عندي فرضنا عندي غاز اسمه اكس مع غاز اسمه واي عاملين خليط. انا عايز اخد اكس لوحده او واي لوحده، باثر عليه بليكويد اسمه زد بيقدر يعمل ابزوربشن يمتص العنصر اللي هو الجاز اللي هو اسمه واي مثلا، فيفصله لي لوحده واقدر اطلعه لوحده، وبعد كده اعمل عمليه تانية اذا احتاج الامر فاقدر اصفي عنصر واي بعد ما انا فصلت المحلول الرئيسي اللي هو اكس واي. طيب مثال على كده عشان نوضح الفكره هو الهواء. احنا قلنا ان الخليط هو خليط غاز. طب الهواء ده عبارة عن مجموعة غازات مع بعض وفيها حاجات سوائل زي بخار الماء، لكن انا هتكلم بشكل رئيسي على الامونيا. الامونيا دلوقتي احنا عندنا الامونيا موجودة كعنصر غازي في الخليط اللي هو الهواء، يعني الاير ميكتشر ده بيحتوي كونتينز على الامونيا، غاز الامونيا. طب غاز الامونيا ده انا اقدر استخلصه ازاي؟ هنا بستخدم العملية اللي هي الابزوربشن، بأثر بوتر اللي هو العنصر زي على الميكتشر بتاعي اللي هو الاير. الاير اللي هو الهواء انا بأثر عليه بمية، فيبتدي المية تمتص الامونيا، تاخد الامونيا وتطلع بيها. طب انا بعد ما كان عندي خليط الامونيا موجود في وسط الخليط اللي هو الغاز الهواء، بقى عندي الامونيا موجود في خليط تاني مع الماء. هنا بحتاج اعمل اللي انا قلت عليه اللي هو ستيب 2، او ان انا بستخدم عملية تانية مختلفة عشان اقدر افصل الامونيا تماما، وهي عملية الديستليشن. ان انا بدستل الامونيا، بقطر الامونيا لوحدها، انا ببخر الامونيا واقطرها فيطلع لي بيور امونيا. خلاص انا عندي الامونيا منفصلة تماما عن الوتر. يبقى انا هنا استخدمت عمليتين او عملية مركبة، تو ستيج من عملية من السيبريشن. اول واحدة استخدمت الابزوربشن عشان خاطر افصل الامونيا من الخليط الغازي اللي هو الهواء. ازاي؟ حطيت ميه على الهواء، الميه اخدت الامونيا وعملت لي خليط تاني اسمه امونيا ووتر سوليوشن، او محلول ماء بالامونيا. المحلول ده سهل ان انا اثر عليه بكمان عمليه تانية رقم اتنين اللي هي الديستليشن التقطير، فيطلع لي البيور امونيا. البيور امونيا بقطر المحلول اللي هو الوتر الامونيا ووتر، بقطره بينزل لي الامونيا بيور امونيا خام لوحده خالص، اقدر استخدمه في العمليات اللي انا محتاجها فيه. طب مثال تاني سريع اللي هو ثاني اكسيد الكبريت. ثاني اكسيد الكبريت ده من ضمن الحاجات او العناصر اللي بتطلع في الخليط اللي هو خارج من العادم بتاع المداخن مصانع او غيره. انا عندي خليط من الغازات ثاني اكسيد الكربون وغيره، منهم ثاني اكسيد الكبريت. طيب انا ثاني اكسيد الكبريت ده ماده سامه وخطر ولازم افصله لوحده، فبيستخدم بستخدم انا عمليه الابزوربشن، باثر بليكويد وغالبا بيبقى هو الكلاين سوليوشن، باثر بيه على الخليط اللي هو العادم، يمتص ثاني اكسيد الكبريت ويطلعه لي لوحده خليط مع الالكلاين، ويتم فصله بطريقه اخرى.